نور خير الخلق يجلى وكتاب الله يتلى وعلوم الشرع تملى عند مولانا محمد. نعم. قال الإمام خاتمة الحفاظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رضي الله تعالى عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل أنساب من انقطع إليه موصولة. إلا إحنا عندنا الشيء بشي ينكر، إحنا قلنا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ألزم أو أقطع أو أقطع أو بحمد الله. إحنا عندنا عبارتين، عبارة تسمية وعبارة بسملة. التسمية والبسملة، حين قال النبي لعمر بن أبي سلمة كما في الحديث الصحيح: يا غلام سم الله وكل بيمينك. حين قال لعلي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل في القرآن الكريم، فقلوا مما ذكر اسم الله عليه. لو استقرأنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في مزاولة الأعمال سنجدها تقتصر على بسم الله فقط. إذا ركب دابته قال بسم الله، وإذا أكل قال بسم الله، وإذا اضطجع على الفراش قال بسم الله، اختصر على الإيه؟ هذا يسمى تسمية، تسمية. أما البسملة فلا تقال إلا في موطنين: إما عند كتابة الرسائل، كان صلى الله عليه وسلم إذا أمن الكاتب أن يكتب رسالة إلى ملك كهرقل أو غيره يقول له بسم الله الرحمن الرحيم، ما يكتبش بكلمة إيه؟ بسم الله. وإذا قرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن يكتب يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فاسمها بسملة والتالي اسمها إيه؟ يستحب، يستحب التسمية عند مزاولة أي عمل، ولا البسملة التسمية. وأنا قلت لو ولذلك برضو بنقول لو أنت استقرأت السنة كلها أقوالا وأعمالا لرسول الله لا تجد زيادة عن التسمية. كان إذا ركب دابته قال بسم الله، كان إذا اضطجع قال بسم الله، كان إذا أكل قال بسم الله. لكن في كتابة الرسائل النصوص اللي جت لنا من أولى بسم الله الرحمن الرحيم. فالقراءة الآن فيها بسم الله الرحمن الرحيم وليست إيه؟ وليست بسم الله لأنها مكتوبة. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل أنساب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه، وآتاه مناه وسوله، وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن. لا، اقرأ قراءة متأنية. احنا ما احناش قراءة كراسة، نرى قراءة علمية عاوزين يعني نفهم، لأن أنفاس العلماء الصالحين، أنفاس العلماء تحتاج إلى نوع من التوقف. الكلمة ما بيكتبهاش واحد عالم مثل السيوطي وابن حجر إلا بعد ما بيراجعها مرة واثنين وتقرأ مرة واثنين. ولذلك مثلا شوف البخاري يقول: أنا عرضت كتابي، يعني عرضوا على الناس أكثر من مرة، وكذلك الإمام مسلم. فإحنا عاوزين نقرأ قراءة علمية، قراءة كأنك بتذاكر. نعم. قال: الحمد لله الذي جعل أنساب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه. طبعا الفقرة الأولانية يعني بعدما حمد الإمام السيوطي رحمه الله ربنا سبحانه وتعالى جعل أنساب من انقطع إليه موصولا، يعني هو المقطع ده إشارة إلى أن من لاد بجناب الله أواه الله. خليكم العبارة: جعل أنساب من انقطع إليه موصولا. فالانقطاع يقابله إيه؟ وصل. أنت انقطعت لمن؟
لله عز وجل. وده يعني مأخوذة من إيه؟ حديث أبي واقد الليثي لما قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فهو الرسول يقول لهم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يقول: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، فأوى إلى الله فآواه الله. فدمت أنت من جاءني يسعى أو من أتاني يمشي أتيته إيه؟ هرولة. أنت جئتني فأنا أفتح بابي لك. فمن انقطع إلى الله وصله الله. سبحان الله، دي من المشاكلة اللفظية، يعني دي انقطاع قابله إيه؟ وصل. فأما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. ممكن يعني، لا طبعا كلام السيوطي بيحتاج إلى، هما طبعا لما تقرأ المقدمة بتاع الكتاب شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف بيقول يعني إن السيوطي كان في أول حياته كان عالي على الآخرين، يعني ياخذ من الاخرين السابقين كما قلت الان منذ قليل، ياخذ منهم، ولما بياخذ منهم كان بيعمل بيختصر، وبعد كده وصل لمرحله الاستقلاليه. فلعل تاثر بكلام ابن حجر فيما سبق، او تاثر بكلام العراقي، او المهم ان العباره بتاعته عباره جزله، عباره قويه. نعم. قال: الحمد لله الذي جعل أنساب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه، وآتاه مناه وسولة، وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المطلين معلولة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة برداء الإخلاص مشمولة، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الذي بلغت به من إكمال الدين مأمولة، وآداه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم، وفاح من حدائق أحاديثه في القافقين شذا أزهارها المطولة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. صلى الله عليه وسلم. هو المقدمة دي في 5-6 أسطر أو 7 أسطر، لو إحنا أنعمنا النظر فيها هتجدها يعني هي روح الكتاب أو روح المادة اللي هي علوم الفلك. الحديث كما تعرفون في إدراك، كما شرحنا احنا في المقدمة أو سنشرح إن شاء الله، إدراك الحديث المدرك، في الحديث المعد، وفيه المرفوع، وفيه الموقوف، وفيه الموصول، فهو استطاع أن يستثمر، مع إنه في بعض الكتب يقول أنا أكره الكلام الإنشاء، يعني هو متعقد من الإنشاء، مش عاوز إنشاء، تعرفين إنشاء معناها إيه؟ يعني كلام انما هو عاوز ايه. ففعلا الواحد لما يمعن النظر في المقدمه تجده مثلا لما يقول ايه انقطع اليه موصوله، يعني في منقطع وفي موصول، وده من اوصاف الحديث. وبعدين ما رفع مقام الواقف في رفع، والحديث المرفوع والحديث الموقوف، وبعد ذلك يقول ايه المعلوله الحديث المعلم والإدراج. فالشاهد ان الامام السيوطي الحقيقه استطاع ان يعطينا روح الكتاب في مقدمته. ودايما يقولوا دايما عشان تعرف الكتاب لازم تكون المقدمه بتاعته تدل على ما بداخله. العنوان عنوان الرساله او عنوان الكتاب يليه المقدمه. واحنا في الرسائل العلميه بنطلب إن لابد أن يكون مضمون الرسالة أو مضمون البحث متطابق مع الإيه؟ مع العنوان، يبقى العنوان متطابق مع المضمون. طب لما نيجي للمقدمة، المقدمة بيبقى فيها رؤوس موضوعات الكتاب أو البحث اللي إحنا بنسميها بقى الخطة وإلى آخره. فالإمام السيوطي في المقدمة ديت الحقيقة أفاد وأجاد
فرحمه الله رحمة واسعة. نعم. أما بعد، قال: أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حظ، ولا يحرمه إلا كل غمر. طبعا المقدمة دي واخد روحها من مقدمة ابن الصلاح، روح المعنى يعني. علم الحديث، فإن علم الحديث رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتنى به إلا كل حبر. طبعا أظن احنا عارفين الحبر والحبر، حتى أحيانا تطلق الحبر، لكن الاثنين قاسم مشترك في ما يبقى أثره. فإن الحبر الذي نكتب به المداد، أو المداد الذي نكتب به الكتاب، يبقى أثره. لذلك مثلا لما ابن عباس حبر الأمة، يعني عالم الأمة، يعني أثر ابن عباس موجود في الأمة. فهو هنا معنى الحبر هو، فليس فلا معنى، معنى عبارة ابن الشيخ السيوطي هي روح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بمعنى ليس كل ذي غمر أو كل أبلة يطلب علم الحديث، إنما فيه صفوة من الناس هم الذين يهيئهم الله لطلب الحديث. هذا معنى العبارة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالسيوطي الحقيقة فيه من معنى وصغرنا، لا يعتني به إلا كل إيه؟ حظ، كل واحد من أيام. ولكن لما جه ابن سيرين خد المعنى بتاع الرسول اللي هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وجه قال إيه؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. نفس الإيه؟ الاتجاه واحد، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. نعم. قال: ولا تفنى محاسنه على ما مر الدهر، وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطئه، ولم أكتف بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناشئه، وقلت لمن على الراحلة على الراحة عول، متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب، يوما على الأحساب نتكل، فابني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. ثاني بشوف السيوطي بيلمح السخاوي. السخاوي هو، لأن المناظرة دارت بينهم، إن الشيخ السخاوي رحمة الله عليه اتهم السيوطي بأنه راجل غلبان فقير على قد حاله، ما عندوش ممتلكات وشيء من هذا القبيل. والسخاوي اتهمه بأنه هو زي الراجل اللي واقف على الشط، ما قدرش يسبح ويغامر بالدخول إلى البحر. فالسخاوي، فالشيخ السيوطي هنا في العبارة دي يقول: أنا لست يعني وقف حيث وقف غيري بشاطئه، غيري بشاطئه، يعني ما رضيش يدخل لجة هذا البحر، ولم أكتفي بورودي المجاري أو الحاجات الظاهرية أو الشكلية، إلى أن قال إيه؟ لسنا وإن، أو بابي لما بقى، لسنا وإن كنا ذوي إيه؟ حسب. نعم. قم في الدنيا وحي الأزهرة، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخش عمليا واقض حق إمة، طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة، وأعظم سلطانا، وأكرم مظهرا.